Dear students of third year prep all over Egypt. أعزائي طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today, inshallah, we are going to discuss Unit 9, Lesson 1 and 2. So let's start with the objectives. By the end of the lesson, students will be able to read a page about mangroves, trees, and answer questions. Write a report about a green initiative in Egypt or Africa. Use used to and did it used to in contexts. Let's start with new vocabulary. Sustainable. Sustainable is an adjective. دي صفة طبعا معناها connected with environment and for a long time. شيء مرتبط بان هو صالح للبيئة وبيكون مستمر لفترة طويلة. A reusable shopping bag. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده the order of words inside a sentence. ترتيب الكلمات في الجملة بيكون ازاي؟ بيكون أول حاجة adjective plus noun يبقى الأول بجيب الصفة وبجيب بعدها النون فأنا عندي bag دية النون فأنا بحط قبل النون الأدجكتيف بتاعتي الأدجكتيف اللي هي عبارة عن إيه؟ reusable لأن كلمة reusable دي adjective من الفعل use يستخدم بضيف له prefix وبضيف كمان suffix البريفكس اللي هو المقطع اللي قبل الكلمة اللي هو RE وده معناه يعيد الشيء مرة تانية فإذا كان الفعل use يستخدم يبقى reuse يعيد الاستخدام وبعدين في عندي suffix اللي هو ABLE وده بيحول الكلمة إلى adjective لصفة فأصبحت reusable يعني يمكن استخدامه مرة أخرى والشوبينج باج اللي هي عبارة عن شنطة التسوق يبقى إذن ديت شنط للتسوق يمكن استخدامها مرة أخرى دي تفسير reusable A affect this is a verb to have an influence on يعني يؤثر في أو يؤثر على flood this is a noun means great amounts of water coming out of the sea or the river. يبقى أنا عندي الفيضان ده ممكن يجي طبعا من الأنهار وبيفيض بأن هو بيغرق الأجزاء من الأرض الملاصقة أو القريبة منه. Sea water طبعا sea water اللي هي عبارة عن مياه البحر طبعا دي مياه إيه؟ salty. Salty دي الصفة من كلمة salt لأن كلمة salt اللي هو الملح دوت noun. فعشان اجيب الادجكتيف الصفة بزود له في الاخر واي يبقى salty. Lose. This is a verb. Means that if you have something and then you lose it, then you can't have it now or no longer. يبقى انت ما عادش معاك الشيء ده خلاص فقدته. Forest. Forest is a place where it's full of thick trees or dense trees and animals. اللي هي الغابة مليانة بالأشجار والحيوانات. Product is a noun. Something that you can produce. أي شيء بتنتجه يبقى product المنتج. Bamboo cup. طبعا this is a cup which is made of a plant called bamboo. أنا عندي نبات النبات دوت اسمه نبات البامبو ودوت بيصنعوا منه أكواب. لذلك بنسميها بامبو كاب طبعا ده صديق للبيئة climate change a change in the climate and the weather where we live طبعا الطقس او المناخ اللي احنا بنعيش فيه فبيحصل له عملية change تغير زي ما احنا شايفين طبعا في الايام اللي احنا فيها دلوقتي في تغيرات كبيرة جدا في الطقس جو البلاد كلها اتغير نتيجة طبعا ايه نتيجة اللي بيعمله الإنسان في البيئة لأن احنا طبعا هنا الإنسان بدأ يغير في البيئة وبالتالي دوت أدى إلى تغير المناخ فبنسميه climate change rising sea level طبعا sea level دوت مستوى البحر مستوى البحر له مستوى معين ما ينفعش إنه يزيد عنه فكلمة rising يعني بدأ يعلى طبعا انا عندي higher وعندي lower if it is higher so it's rising sea level يعني بدأ يعلى عن المستوى الطبيعي بتاعه kill crops
طبعا kill to stop life or living thing، يبقى انت كده بتوقف الحياه بتاعت مين؟ crops anything that you can plant or in the land، يبقى اي حاجه احنا بنزرعها في الارض ديت بتبقى crops anything you can grow like vegetables like fruit so we call it crops. Kill crops means to stop the life of anything or anyone. So killing crops. Grow to plant in the soil. تزرع في الأرض فبنسميها grow. Community طبعا ده بيعتبر بمعنى the environment in which you live. البيئة اللي انت بتعيش فيها او المجتمع اللي بتعيش فيه كل ما يحيط بيك ده بنسميه community. And this is a noun. Store very strong wind. Very strong air. طبعا العاصفة. طبعا العاصفة دي بتكون رياح بس شديدة. انا عندي storm وعندي wind. Which is stronger? Storm is stronger than the wind. يبقى انا عندي wind اللي هي الرياح وعندي storm العاصفة اللي اقوى من الرياح. Work together. For example, if you work with your classmate, you work together in order to solve a problem, for example, or do a project inside the classroom. يبقى احنا بنعمل معا مع بعض. Work together. The Mediterranean Sea. And all of us know that Egypt has two coasts. One of the Mediterranean Sea and the other of the Red Sea. عندنا البحر الأبيض المتوسط وعندنا البحر الأحمر. فthe Mediterranean Sea اللي هو البحر الأبيض. Use petrol. طبعا petrol خد بالك ان هي مش بترول. بترول بنزين. اما البترول اويل. تاخد بالنا من الحتة دي ان معظم الطلبة بتلخبط بينهم. بترول البنزين. اما البترول اسمه اويل. عشان برضو ايه فاهمين الفرق بين الاثنين. Open. It's an adjective. For example, the museum is open daily. المتحف بيكون فاتح يوميا. فهنا open it's not a verb. But it's an adjective. Shop window. طبعا shop window. Does the shop has a window? مش مقصود بها هنا الشباك. لا. ما المقصود بها ايه؟ وجهة المحل او الفترينة بتاعت المحل. بنسميها shop window. اللي بنقف نتفرج على المعروضات اللي فيها. In which we can see the products. The address. The place where you live. العنوان بتاعك. بنسميها address. Now let's start with the preposition. Match with. For example, أنا عندي الماتشنج المضاهاة. المضاهاة يعني أشوف الشيء بيناسب الشيء التاني إزاي. مثلا My tie matches with my suit. الجرافات بتاعي بتتناسب مع البدلة اللي بلبسها. أقول match with. Give up. Don't give up. يعني ما تيأسش. ما توقفش. ما تتركش الأمل بتاعك. أو الشيء اللي انت شغال فيه. Don't give up. متسيبش. استمر. Along the coast. The coast is the line between the sea and the land. الخط اللي بيفصل ما بين الأرض والبحر اسمه ايه؟ Coast. وبياخد along. I walked along the coast. أنا مشيت على امتداد. أو مثلا there are some trees along the coast. زي ما هناخد في الدرس بعد كده فعلا في أشجار معينة هي اللي بتزرع وموجودة على الأرض أو الأرض الفاصلة ما بين الكوست يعني الساحل ما بين الأرض والمية المالحة في نوع من الأشجار هو بيكون مزروع في المنطقة دي. Provide for. For example, the government provides home for people. الحكومة بتوفر مسكن للناس. فبنقول provide for. طبعا ده غير provide with. Provide with يمد بي. مثلا نقول the teacher provides us with information with box. وهكذا. بيمدنا بايه؟ بيمدنا بالكتب. بيمدنا بشرح معين. فبنقول with. ده فرق من with وبين for. By the sea. الpreposition by equals before. في بعض الأحيان. بمعنى قبل. برضو by equals beside. يبقى انا عندي by له معنيين. يا اما before يا اما beside. هو هنا beside the sea يعني ايه؟ يعني بجوار او بجانب الايه؟ بجانب البحر. On the coast.
يبقى انا عندي along the coast وعندي برضو on the coast، يبقى انا في حرفين جر بينفعوا مع كلمة coast. لو الحاجة ثابتة خلاص انا واقف على الكوست. طب along على امتداد، يعني ماشي بطوله من اوله لاخره. come onto الحاجة دي بتطلع بتيجي بقى، زي مثلا ايه flood come onto the land، يبقى الفيضان بيطلع وايه ويفيض على الارض. for come onto protect from mangrove trees protect us from، واقول مثلا the sea water for example، يبقى اذا بيحمينا. plug in ده مهم قوي، plug in بقى طبعا اي فيشه كهربائيه plug، اي فيشه لجهاز كهربائي plug. وطبعا البلاج الفيشه بتتحط فين؟ في باريزه كهرباء اسمها سوكت، يبقى بلاج معناها الفيشه وسوكت معناها باريزه الكهرباء اللي بحط جواها الفيشه. طيب بلاج ان ذا فيرب، ان انا بدخل الفيشه في الكهرباء، بلاج ان ده مهم جدا جدا الفعل ده. اون هوليداي طبعا هوليداي اللي هي الاجازه بتاعتي دي بتاخد حرف الجر ايه اون، يبقى اون هوليداي. Then we have collocations. Get worse. To change from good to bad. أنت تنتقل من مرحلة إنك أنت كنت جيد لمرحلة إيه سيء. Get worse. يصبح أسوأ. Pass the test. To succeed in the test. يبقى تنجح في الامتحان. Get a job. Have a job. حصلت على الوظيفة. Do a job. Then you practice your job. بدأت بقى تمارس الايه العمل بتاعك خلاص. Do a job. We have opposites. More, fewer, more, less. الله. طب ليه more جاية في الاتنين وفي العكس غيرنا؟ لأن more بتستخدم مع الcountable nouns والuncountable nouns. يبقى أنا عندي كلمة more اللي معناها أكثر بتستخدم مع الأسماء التي تعد والتي لا تعد. يعني لو عندي كلمة جمع زي مثلا بوكس كتب او زي chairs كراسي اقول more. طيب لو انا بقى عايز اقول اقل هنا، لو هي برضو كراسي بقول ايه fewer chairs او fewer books كتب اقل. طب الكلمة uncountable زي ايه money، الموني اللي هو النقود لا تعد، اقول more money يعني النقود اكثر، اقول less money فلوس اقل. يبقى انا عندي كلمة money يستخدم مع كلمة more money في نقود أكتر و less money نقود أقل، لأن less بتيجي مع مين؟ مع الـ uncountable nouns الأسماء التي لا تعد زي كلمة money زي كلمة time زي كلمة bread وهكذا. Now let's go to some illustrations، بعض التوضيحات بقى بالنسبة للكلمات المستخدمة عندنا في الوحدة، برضو في صور كويسة عشان توضح لنا. في عندي هنا energy savings light bulb، أي لمبة اسمها bulb light bulb. energy saving معناها ان هي بتوفر في الايه في الطاقة، يعني اللمبة دي لمبة موفرة للكهرباء. bamboo cup ده الكوب اللي هو كوباية بتاعتي اللي ممكن نلاقيها في الكافيهات، تمام، ودي مصنوعة من نبات بامبو. عندنا on the left على الشمال rechargeable batteries. batteries دي البطاريات زي ما انتم شايفين قدامكم كده. كلمة rechargeable معناها we can recharge it and use it many times. دي موجودة عندي لما بتفضى بحطها على الجهاز بتاعها واعمل بلاج ان، ادخلها في الكهرباء وبالتالي تشحن وارجع استخدمها تاني، ولما بتخلص برضو ريتشارج اعيد الشحن عشان استخدمها كمان مرة، تمام. دي معنى كلمة ريتشارجابل باتريز، you can recharge it and use it many times. paper shopping bag طبعا ديت الايه الشوبينج باج اللي هي made of paper المصنوعة منين؟ من الورق زي ما انتم شايفين، وديت healthier طبعا sustainable وطبعا environmentally friendly، ده مهم قوي قوي بالنسبه لنا. في عندي hair brush and toothbrush. hair brush to brush your hair، وطبعا toothbrush to brush your teeth، ديت الفرشه الاسنان ودي فرشه الايه الشعر. seedling it's very important. what is seedling؟ as you can see that it's very small plant. ده المرحله اللي خارجه مرحلة النبات وهي خارجة منين؟ من التربة زي ما انت شايف كده. في عندي حاجة اسمها شوت الأول، ديت نبات أصغر من كده كمان، ثم سيدلينج زي ما انت شايف بقى. السيدلينج ده اللي هو لسه النبات في مرحلة انه ايه بينمو وبيكبر فبنسميه سيدلينج.
يبقى انا عندي سيد اللي هي البذره دي انسايز سويل تطلع تبقى شوت ثم تبقى سيدلينج. دي التطورات بتاعه النبات قبل ما يكبر بعد كده. هيروغليفيك زي ما انت شايف ديت سيستم اوف رايتنج اوف ذا فيروز، ده نظام الكتابه اللي عند مين؟ فيروز اللي هم الفراعنه قدماء المصريين، ده كان نظام الكتابه بتاعهم فبنسميه هيروغليفيك. مانجروف تريز زي ما انت شايف تريز which roots come up on the soil او on the land، تمام كده. فالجذور اصلا بتطلع فوق الارض وبتنمو فين؟ بتنمو on the soil next to the sea، الارض اللي جنب البحر، يعني تربة ملحية يعني فيها ملح. ومع ذلك بتقدر الشجر دي ان هي تنمو وتكبر في التربة الملحية، وهنفهم الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. A carbon footprint، طبعا that was a question on your student's book. What is a carbon footprint? Carbon footprint is the total amount of greenhouse gases including carbon dioxide and methane that are generated by our actions. في غازات للأسف الشديد الإنسان هو اللي لما بدأ يعمل مصانع ويعمل الصناعة بتاعته فبدأ ينتج غازات مضرة بالبيئة. الغازات ديت من ضمنها كربون دايكسايد ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، والاثنين دول مع ضررهم للبيئة فالكمية اللي الإنسان بينتجها اسمها كربون فوتبرينت، فهم كده؟ يبقى إذن الكميات بتاعة الغازات السامة المضرة بالبيئة اللي الانسان بينتجها نتيجه استخدامه دي بنسميها ايه؟ بنسميها كربون فوتبرينت. مانجروف tropical trees that thrive in conditions most temper could never tolerate salty coastal waters with the ability to store vast amounts of carbon. Mangrove forests are key weapons in the fight against climate change. By protecting mangroves we can help protect the future of our planet. الشجر ده في منتهى الأهمية. أولا زي ما هو كاتب tropical trees يعني شجر مداري بينمو ويزدهر فين؟ في مناخ وأماكن مالها معظم الأشجار ما بتقدرش تتحملها اللي هي فين؟ salty coastal waters المياه المالحة اللي موجودة عند السواحل، تمام؟ أي تربة قريبة من المياه المالحة بتاعت البحر مفيش اي شجر بيتحملها الا المانجروف ده، وعنده قدرة ان هو يخزن كميات من الكربون، تمام؟ وده يعتبر السلاح اللي نقدر نحارب بيه تغيرات المناخ. ولو احنا قدرنا ان احنا نحمي الاشجار ديت ونحافظ عليها فهي هتكون مساعد لينا في الحفاظ على الكوكب بتاعنا في المستقبل. دي بالنسبة لشجر المانجروف. جزء الجرامر اللي موجود عندنا ان شاء الله، وطبعا عندنا درسين جرامر، ده احد الدروس. used to plus infinitive had the habit of doing something but now he no longer does، يعني انا اعتدت ان انا اعمل حاجة في الماضي كنت بعملها على طول ولكن دلوقتي انا بطلت الحاجة دي خلاص ما عدتش. زي ايه؟ he used to get up late but now he doesn't، وكان متعود ان هو يستيقظ متأخر دلوقتي لا، دلوقتي بيعمل ايه؟ he gets up early، خلاص الوقت بقى بيصحى ايه؟ بيصحى مبكر. يبقى العادة بتاعته كانت في الماضي شيء والوقت توقف عنها وما عادش بيعملها. يبقى he used to get up late ده ماضي خلاص ما عادش. now he doesn't، تغير بقى. النيجاتيف فورم بتاعتها didn't used to plus infinitive didn't have the habit of doing something but now he does، مكان ما بيعملش شيء في الماضي امال دلوقتي بيعمل الشيء ده. She didn't used to have a watch, but now she does. يبقى إذن كانت زمان هي ما بتمتلكش الإيه الساعة. طب الوقتي معاها ساعة. She has a watch. The interrogative form, or question form, we have two types of questions in English. Yes, no question and WH question. Concerning yes, no question, we have did plus subject plus used to plus infinitive. Did you used to swim when you were five? هل أنت اعتدت أنك أنت تروم؟ لما كنت عندك خمس سنين كانت عادة عندك. And what did you used to do when you were seven؟ كنت تعود تعمل ايه ما كان عندك سبع سنين؟ يبقى انا عندي هنا غطيت تاني بأكد used to للصيغة المثبت اللي معناها كان عنده عادة في الماضي توقف عنها الوقتي.
didn't use to plus infinitive ما كانش بيعمل عادة في الماضي أما بيعملها دلوقتي. صيغ الاستفهام باستخدام did في بداية السؤال yes no question أو question word plus did plus subject plus used to plus infinitive ده بالنسبة للإيه للصيغة الثانية من السؤال. Now let's start with our questions. Question number one. Complete the sentences with words from the box. Up, reusable, more, bulb, recycle, bamboo. Sentence number one. Reem wants to use paper bags. Two. Reem uses shopping bags now. Three. You can the cups that you get from coffee shops. Four. Reem has got a toothbrush. Five. Dahlia and Reem have energy-saving light at home. Dahlia wants to give her electric toothbrush. Let's see the students. Just write the number of the sentence and the correct word in brackets. We have Dua reusable. Okay. That's dear students. Rawan reusable. Okay. Number one, more. More paper bags. First, I want you to be careful. Okay. Don't be so speedy like this. فرعوش بالراحة لأن الكلمات دي هتستخدم في جمل تانية. فبلاش الاستعجال في استخدام كل كلمة. حاول بالراحة تعرف الكلمة اللي تمشي مع الجملة ايه. There is confusion. We have answers for number two. They wrote more. We have Dua asking why more, Mr. Waleed? It's okay. It could be exchangeable. We could use more with two and reusable with one. Rawan, recycle. Noha, choose bamboo. Yara, bamboo. Dua. So the correct answer is bamboo, okay. Number five, Yara Bal Jana, Dua and Rawan. Okay, good. Number six, Rawan and Dua choose up. Okay, let's move. Complete the sentences with used to or didn't used to. And the verbs in brackets. يبقى احنا هنستخدم used to أو didn't used to. ونستخدم كمان الفعل اللي بين قوسين معاه عشان نطلع الجملة سليمة. One. In the past, people use energy-saving light bulbs. Easy to students. One by one. يا ريت ما نسبق. Dua used to use. Rawan didn't use to use. Muhammad used to use. حد نفى وحد أكل. طيب. هو طبعا ما لاش علاقة بالجرامر. هي علاقة بالفهم دلوقتي. هل إحنا زمان في الماضي كان عندنا الـ energy-saving؟ هل كان في زمان لمض موفرة للطاقة؟ طبعا دي حاجة حديثة. In the past في الماضي ما كانش في عندنا اللمبات الموفرة. اللمبات الموفرة ده شيء حديث. فالمفترض ان انا هقول ايه didn't use to use. طيب يبقى اذا in the past people didn't use to use energy saving light bulbs. ما كانش عندنا الانرجي سيفنج اصلا ما كانش متواجد النوع ده من التقنيات ما كانش موجود. Number two, we waste water but now we try to save water. في يارا didn't use to waste. Number two, all choose used to waste. Correct. Now number three, I have an electric toothbrush, but now I have got one. Rawan used to have. Muhammad didn't use to have. Okay, excellent. I didn't use to have an electric toothbrush, but now I have got one. يعني ما كانش عندي في الماضي, أما دلوقتي إيه؟ أنا موجود عندي. Number four, mom get plastic bags at the supermarket, but now she gets paper on. Rawan used to get. Dua used to get. Muhammad used to get. Oh yes, used to get plastic bags. Excellent. Yes, used to get plastic bags at the supermarket, but now she gets paper. Okay, number five. Dad turned off his computer at night, but he does now. Didn't use to turn off. Noha didn't use to have. She answered the previous one. Muhammad didn't use to turn off. Excellent. Dad didn't use to turn off his computer at night, but he does now. Thank you very much. Complete the sentences with the words from the box. Crops, seedlings, mangrove trees, rising sea levels. One, grow in seawater along the coast. Two, are small young plants. Three, rice and vegetables are that we grow on farms. Four, there are more floods in many countries because of. Listen to these students. Just write the number of the sentence and the correct word. Dua, mangrove trees. Number one, Mr. Mahmoud, number one, mangrove trees. Yes. Excellent. Number two,
دعاء seedlings. Any other answers? جنى وائل seedling. نهى seedling. أكرم seedling. يارا. It's excellent. Seedlings are small young plants. Number three. Number three. دعاء crops. نهى crops. محمد crops. Okay. Excellent. Number four. دعاء rising sea levels. Complete the sentences using the words in the box. Greener, bamboo, energy saving light bulbs, rechargeable batteries, reusable, sustainable. Number one, we cannot continue to use petrol for cars because it is not. Number two, we can use that bag again. It is. Number three, these use a lot of, less electricity than the ones we used to have. Number four, can I plug in these? I need to charge them. Five, this cup is made from a tall plant called a. And number six, we should build a world where there is less pollution. Okay, listen to the students. Sustainable. Excellent, Jen. نهى sustainable. دعاء sustainable. Anas sustainable. Okay, excellent, students. Number two, Muhammad reusable. دعاء reusable. Yanawair reusable. Muhammad energy saving light bulb. دعاء energy saving light bulbs. Rowan the same answer. Nice. Brilliant. Number four, rechargeable batteries. Very. Number six, Muhammad greener. دعاء greener. Anas greener. Very good. Yes. Now, complete the sentences with used to or didn't used to with these verbs. يبقى هنستخدم used to أو didn't used to وبعدها هنستخدم verb من اللي موجود بين قوسين عشان يدي المعنى صح. Number one, Ahmed cheese but he loves it now. Let's do it one by one. Rawan didn't used to like. Excellent, Rawan. Muhammad didn't used to like. في نهى بتقول doesn't used to like. تاني بنأكد احنا عندنا used to و didn't used to. الصيغة مكتوبة قدامكم اهوت بالخط الاحمر. Used to و didn't used to. ليه؟ لان used to اصلا past. فلما احب اجيب negative يبقى didn't used to. طالما بتكلم في الباست يبقى لازم استخدم didn't في negative form. يبقى used to و didn't used to. Number two, Rowan used to be. This building white before they painted it blue. Used to be. Excellent. Excellent, Rowan. Now number three. Yes. دعاء used to use. Excellent. Brilliant. The ancient Egyptians used to use a form of writing called hieroglyph. Akram used to rain. Excellent, Akram. In some countries, it used to rain in the summer as much as it does now. Number five. Rawan didn't used to send. Muhammad the same. دعاء. نهى. جنوائل. Excellent. My grandparents didn't used to send emails, they wrote letters. Answer questions. One, which of these is not a crop? Potatoes, oranges, fields. يبقى انت هتختار واحدة من الثلاثة. بس تكون not a crop. يعني مش محصول من محاصيل. Potatoes, oranges, fields. Let's see the students. هتكتب number one وجنبها الكلمة الصحيحة. Number one. دعاء fields and own fields, Mr. Reed. Excellent. Number two, if we have rising sea levels, is the sea getting higher or lower? يكون عندي rising sea levels. يبقى higher or lower. احنا كنا وضحنا في الكلمات. We have دعاء higher. روان higher. Very good. Three, do you find mangrove trees by the sea or in the desert? يا ترى مكان الشجرة ديت by the sea or in the desert? دعاء by the sea. Rowan by the sea. Excellent. Number four. Is a seedling larger or smaller than a seed? يا ترى seedling أكبر من البذرة ولا أصغر منها؟ في جانا وائل تقول larger. زي ما شرحنا إن إحنا عندنا seeds دي البداية اللي هي البذرة in the soil في التربة تكبر شوية تبقى شوت ثم تبقى seedling بعد كده وبالتالي seedling أكبر منين؟ من seeds. Choose the correct answer. Number one, you should save some money. The word save can be replaced by الفعل save في الجملة دي ممكن أنا أستبدله بأني فعل keep
waste, borrow, fine. Just write the number of the sentence and the correct letter. Jana Wael, 1A. Yara, 1A. Number two, the antonym of the word higher is nicer, lower, heavier, lighter. Jana Wael, 2B. Yara, 2B. Akram, lower. Dua, 2B. Muhammad, 2B. Rawan, 2B. Brilliant. Number three, Salim is a little football player. He is 11 years old. The word little here means old, young, strong, small. We have Yara 3B, Jana 3B, Akram Young 3B, Dua B, Rawan Young, Aida Young, Muhammad and Noh. Brilliant. Number four, we add the prefix to get the antonym of the word usual. R-E, I-M, U-N-I-R. Jana Wael 4C, Yara 4C, Dua 4C, Akram C. Excellent. So the last one, number five, the suffix can be used to get the adjective from the word environment. A-L-M-E-N-T-E-D-I-N-G. Rawan 5A, Akram Ment B, Aida A, Yara B. I think there's confusion here. The adjective, الصفة, من الاسم environment, اللي هو البيئة, environmental, B-E. أنا عشان أزود suffix, يعني مقطع في نهاية الكلمة. فأنا عندي الكلمة environment. إيه المقطع اللي أضيف في نهاية الكلمة علشان أحولها من noun adjective أو أول واحدة. A-L, يبقى environmental. Okay, with you today, Mr. محمود حسين سوهاج جوفرنريت and this is me Mr. وليد راضي القهلية جوفرنريت. Thank you very much. نشكر كل الطلاب اللي شاركوا معنا النهاردة. Thank you very much.